هذا وتتوجه أنظار العالم غدا للعاصمة البريطانية لندن، حيث يقام حفل تتويج الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا، وهو الحدث الذي انتظرته المملكة المتحدة منذ وفاة والدته الملكة إليزابيث في سبتمبر الماضي. ويحظى تشارلز بشخصية غنية بالثقافة وقبول الآخر والاهتمام بالبيئة والاستدامة، وهو ما انعكس على مفردات وتفاصيل حفل التتويج الملكي المنتظر منذ 70 عاما. حفل تتويج أسطوري سيحظى به الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا، ليس لأنه الأول منذ أكثر من 70 عاماً حين توجت والدته الراحلة إليزابيث الثانية، بل لتفرده بأسرار تخص شخصية الملك الجديد ذي الثقافة الموسوعية والتاريخ الطويل من الكفاح ضد البهرجة. أدق التفاصيل رسمت صورة كاملة عن شخصية الملك، بداية من الزهور المستدامة التي أصر على استخدامها لتتويجه، وهي باقة من زهور الربيع والأعشاب البرية التي لا تذبل سريعاً. ملابس التتويج لن تكون جديدة، فقد قرر تشارلز استخدام ملابس تتويج والدته التي لم يتم ارتداؤها منذ 70 عاماً، توفيراً لصنع ملابس جديدة باهظة الثمن. وستحتل 2 من الملابس التاريخية المهمة على وجه الخصوص مركز الصدارة خلال الحفل، منها الإمبيريال مانتل، وهو معطف طويل من الحرير الذهبي مزين بدانتيل ذهبي تم صنعه في الأصل لتتويج جورج الخامس في عام 1911. وفوقها سيتم ارتداء الوشاح الإمبراطوري الذي صنع للملك جورج الرابع في عام 1821، وتم ارتداؤه في تتويج الملك جورج الخامس والملك جورج السادس والملكة إليزابيث الثانية، وهي أزياء مزينة برموز دينية. فبريطانيا هي المملكة الوحيدة التي تقيم طقوساً دينية في حفلات تتويج ملوكها. ومن بين القطع التي ستظهر مرة أخرى قفاز التتويج المطرز بالذهب الذي صنع لجده جورج السادس. وتتضمن مراسم التتويج الطقوس القديمة للدهن باستخدام زيوت عطرية، من بينها زيت الزيتون الذي اقتطف من بساتين دير القديسة مريم المجدلية ودير الصعود على جبل الزيتون بالقدس القديمة، حيث تم تكريس الزيت في قداس داخل إحدى كنائس القدس. ومن التفاصيل أيضاً التي تنم بشدة على توجهات الملك الجديد غناء مغنية الأوبرا ذات الأصول الأفريقية بريتي ويندي في حفل التتويج كأول أفريقي يغني منفرداً في حفل تتويج بريطاني. ويبقى التساؤل، هل سيستمر تشارلز في توجهاته الإنسانية التي حملها طوعاً ولياً للعهد، أم سيختلف الوضع بعد تتويجه ملكاً؟ سؤال تجيب عنه الأيام القادمة.